جميل كامل بنيوتي، وبنيوتي ده مش خواجة، ده صعيدي من أقاصي الصعيد من هنا. المائدة دي ليها 36 سنة، النهاردة بتتعمل مجموعة، ابتدينا مع بعض شباب، صحيح النهاردة عواجيز واوا، لكن اللي موجود معانا على قيد الحياة ما زال بيخدم في المائدة، وكل واحد ليه دوره. للأسف في ناس فارقوا الحياة، لكن دايما بندعي لهم، وأولادهم حلوا مكانهم وأحفادهم حلوا مكانهم. زي ما بنقول المائدة دي عبارة عن هرم، هرم قاعدته مجموعة الشباب اللي كانوا شباب في يوم من الأيام أو الشباب الحالي، وبنعتبرها زي القوات المسلحة والشرطة، إنها مصنع بتعد الرجال حقيقي. الفكرة ابتدت بعيد عننا، مجموعة أصحاب محلات في المنطقة ابتدوا المائدة بثلاث ترابيزات كنا بنأجرهم من بتوع الفراش، بعد سنة انسحبوا، دخلنا احنا مكانهم، وأصرينا أو حطينا في مخنا إن المائدة دي ما تسقطش، إنها تكبر مش تظهر. هنا ما تقوليش مسلم ومسيحي، في شبرا كلها بأمانة، مش في المنطقة دي بس، احنا هنا في السراء والضراء مع بعض بأمانة. انت لو بصيتي بعد الفطار هتلاقي الكراسي دي قاعدين فيها مجموعة، اللي جاي من عين شمس واللي جاي من الشيرتون واللي جاي بنحكي وبتاعه، والناس بتحضر لوجبة بكرة، موجودين بنحكي وبنضحك وبنهزر وا وا وا، لأن دي بيتنا، لأن ده مكاننا. احنا بنعمل اي حاجه مش حاسين ان احنا بنعمل حاجه او حاجه يعني مفروضه علينا ولا اي حاجه. انا يسري خفاجه من احد مساعدين المائده من 25 سنه، هو كنت انا جاي شاب صغير، فجيت لقيت كل واحد كده بيأهل نفسه للمكان اللي هو شغال فيه، مفيش حد بيقول له اعمل كذا واعمل كذا، المكان اللي فاضي انت بتأهل نفسك فيه، فبالتالي بتلاقي النموذج كويس مشرف، يا ريت حتى المحافظات تتعلم منه. أنا في مقولة بحب دايما أقولها، بالنسبة عشان خاطر بتقوله مسلم ومسيحي وبتاع وكده، احنا نقول حاجة واحدة بس، لا يجب الإسراف على الحديث عن الوحدة الوطنية، ومن يشك في ذلك فعلي أن يذهب إلى شبرا بحواريها وأزقتها ويرى المسيح والمسلم جالسين على مقعد واحد.